نروح بقى للكلام عن النهائي، وطبعا نهائي مرتقب ومميز ومختلف ما بين القطبين الكبيرين، النادي الاهلي ونادي الزمالك على لقب بطوله كاس مصر، المباراه اللي هتقام باذن الله على ملعب بارك في مدينه الرياض في الشقيقه المملكه العربيه السعوديه، وطبعا ملعب الاول بارك من الملاعب القويه جدا، وهندردش مع حضراتكم ايه التجهيزات في الملعب هتكون عامله ازاي، وطبعا كل ما يخص المباراه واللي اخذت اهتمام اعلامي كبير جدا ما قبل المباراه، بدايه من أول ما تم طرح التذاكر امبارح وتم نفذها تماما قبل أقل من ساعة، وده مش غريب على مواجهة مواجهة قوية جدا، ونقول عليها مواجهة أكبر فريقين في الشرق الأوسط. لما بتتكلم عن النادي الأهلي والزمالك أنت أمام هرمين وجمهورين، ويعني نقول كده مباراة ليها طعم مختلف، ونجوم الكرة المصرية والعربية عبر التاريخ في 5 حقب زمنية عنوانها الأهلي والزمالك دي مهمة قوي. أعلى نسبة مشاهدة لدربي عربي عبر التاريخ هو دربي القطبين اللي طبعا دايما بيكون مؤثر في إفريقيا، وبيكون قد إيه ليه تأثيره في أكتر من 40 سنة على مدار التاريخ، ده بيأكد حاجات كتير قوي. الحقيقة هو حدث فريد وأمر إيجابي إن المباراة طبعا تقام على أرض شقيقة المملكة العربية السعودية وسط تنظيم رائع جدا، تنظيم من البداية مصر إنه يقدم شيء مشرف يليق باسم الفريقين، تنظيم سعودي للمباراة على أعلى مستوى، ونقل تلفزيوني منتظر على أعلى مستوى، وشفنا الطفرة العظيمة جدا اللي حصلت طبعا في الجانب الرياضي في المملكة العربية السعودية، وطبعا الجانب الفني ليه مردود إيجابي جديد جدا ورائع جدا في العالم مش بس في المنطقة العربية. حابين نقول ان المباراة امبارح طبعا مناسبة طبعا المباراة امبارح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التقى في العاصمة الإدارية الجديدة الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والاستاذ خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي وايضا المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك والاستاذ محمد يحيى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية. تناول الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات ترتيبات إن شاء الله لمباراة نهائي كأس مصر المرتقب والمقرر إقامته بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتوجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير لمجلسي إدارة النادي الأهلي ونادي الزمالك على الأجواء الإيجابية اللي صدروها بصراحة واللي كانت بتسبق المباراة النهائية لكأس مصر بالسعودية طبعا من خلال المبادرة الوطنية اللي قام بها مجلس إدارة نادي الأهلي بزيارة نادي الزمالك واللي استجاب للدعوة اللي قدمها لنادي الزمالك أجواء رياضية رائعة وتنافسية بتسودها الود والاحترام ما بين الطرفين، وده الشيء السائد واللي المفروض كان يكون متواجد دائما عبر كل السنوات. تناقش الدكتور أشرف صبحي مع كافة الجهات المعنية من اتحاد الكرة والنادي الأهلي ونادي الزمالك والشركة المتحدة على جميع الجوانب طبعا والاستعدادات هتكون عاملة ازاي علشان يخرجوا بنهائي تاريخي مشرف يليق باسم الدولة المصرية، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الأشقاء بالمملكة العربية السعودية والتعاون المثمر مع اتحاد الكرة والمتحدة في هذا الشأن.